إنه كريستوفر راي، الرجل الذي يشغل منذ 5 سنوات تقريبا قيادة عمليات FBI. واليوم راي نفسه أمر بتحرك عناصر مكتبه وضباطه لتفتيش منزل ترامب في فلوريدا. عملية أثارت الكثير من غضب ترامب وفتحت الأبواب أمام صراع جديد يخوضه مع منافسيه، خصوصا وأنه يتوعد بالعودة لسباق الانتخابات الرئاسية بعد نحو 2 عام. كريستوفر وصل إلى إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد سنوات قضاها بين العمل كمساعد لوزير العدل الأمريكي خلال فترة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، وذلك فضلاً عن عمله في القسم الجنائي لوزارة العدل والذي يعتبر الأقرب لمكتب التحقيقات الفيدرالي. لكن ما وراء تفتيش منزل ترامب وماذا يريد FBI من الرئيس الأمريكي السابق؟ لنتابعه. يبدو عامل التوقيت هاماً جداً في العملية التي نفذها ضباط وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، حيث جاءت بداية الأسبوع الحالي غدات تلميح ترامب بشأنيته الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024. تساؤل كبير عما كان يبحث عنه عناصر FBI، حيث أشارت المعلومات الأولية أن البحث شمل صناديق مليئة بالوثائق حملها الرئيس السابق للولايات المتحدة من البيت الأبيض بعد نهاية ولايته. ترامب بدأ منزعجاً مما حدث ورد في بيان له على منصته الخاصة تروث قائلاً إن هذه أوقات عصيبة لأمتنا، حيث أن منزل الجميل في بالم بيتش فلوريدا يخضع حالياً للحصار والمداهمات والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومتابعاً لم يحدث شيء من هذا القبيل أبداً لرئيس الولايات المتحدة من قبل. يبدو أن ترامب قد خالف بعض قواعد الرئاسة في فترة ولايته، حيث نقلت مصادر أنه كان يمزق الوثائق الرسمية الرئاسية فضلا عن استخدامه لهاتفه الشخصي بدلا من هاتف البيت الأبيض في مهام رسمية. إجراء غير مسبوق من مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتح الباب أمام الحديث عن العلاقة الشائكة لترامب مع أجهزة الولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية قدرته على الترشح للرئاسة مرة أخرى في ظل هذه الأوضاع.